هذا هو الشعاع النظامي بكل بساطة، لأنه تجدون هذه ثم يخرج لكم عبارة عن كسر. لكي تتخلصوا من الكسر أضربوا في قيمة سيحدث مباشرة، هذا هو شعاع الناظم بكل بساطة. نأتي إلى استنتاج معادلة ديكارتية للمستوي ABC. كما تعلمون أن أي مستوي يعين بنقطة وشعاع ناظمي. نأخذ أي نقطة كانت، مثلا نأخذ نقطة A، نقول A M سلم ماذا؟ سلم الشعاع الناظمي يساوي كم؟ الصفر بكل بساطة. أو نأخذ هذه الطريقة التي أجعل هنا أشعة الناظمية هنا زائد دي، ثم نعوض بالقيمة A كما تلاحظون هنا في المعادلة، يظهر لكم هذه هي معادلة A B C. أو اتخذوا هذه كذلك X ناقص X A و Y ناقص Y A و Z ناقص Z A في مركبات شعاع الناظمي التي هي 2 و ناقص 3 و 1 يساوي صفر، اجعلوها بالجداء السلمي تساوي صفر، ستجدون كذلك هذه معادلة المستوي بكل بساطة. نتطرق إلى السؤال الذي جاء بعده، حيث يقول، ننتبه جيدا، قال استنتج معادلة، انتهى، أثبت أن المثلث ABC قائم. لم يقل استنتج، قال أثبت. لاحظوا للإثبات، يعني هنا اتخذنا هذه الطريق، وجدنا حساب AB و AC يعني بالمركبات، وجعلنا الجداء السلمي وجدناه صفر. ماذا يمكن أن نقول؟ يمكن أن نقول، يعني أنا أشرح هنا، يمكن أن نقول المثلث أنه قائم في ماذا؟ في النقطة المشتركة، في قائم في ماذا؟ في A، قائم في A. أو بطريقة ماذا؟ بطريقة الأطوال، نقوم بحساب الطول AB والطول AC والطول BC، ونلاحظ لأن هنا أثبت أن المثلث قائم، لم يقل قائم في A ولم يقل قائم في B ولم يقل قائم في C. إذن هنا علينا مثلا أن نحسب الأطوال AB وAC وBC، ثم نقوم بنظرية العكسية لنظرية فيثاغورس، فنجد أنه قائم، لأن في هذه الحالة لا ليس دائما نتوصل إليها، لأن هنا قمنا بماذا؟ بأنه قمنا عرفنا وكأنما أنه قائم في A. لو قيل هنا قائم في A نفعل بهذه الطريقة، لما يقول أثبت أن المثلث قائم فقط ولم يذكر أي نقطة، ما عليكم إلا حساب الأطوال ونطبق النظرية العكسية لفيثاغورس. الآن نأتي إلى السؤال الذي بعده، قال أحسب مساحة المثلث ABC. تعلمون أن مساحة المثلث هي، ها هو المثلث قائم في A B و C، تساوي مساحة ماذا؟ مساحة A تساوي القاعدة، طول القاعدة في ماذا؟ في الارتفاع على ماذا؟ على 2. الطول AB ها هو قمنا بحسابه، فاصلة النهاية ناقص فاصلة البداية مربع والترتيب وكذا، كذلك هنا تعرفون ذلك، طول على 2 تحصلنا على هذه النتيجة. قاعدة الأطوال تعرفون كيف تحسبون الأطوال، اللي هي AB هكذا يساوينا الجذر، جذر ماذا؟ XB ناقص XA مربع زائد Y كذا إلى حتى لا زاد، حتى إذا زاد سنتيمتر مربع إذا ذكرت الوحدة. الآن بعد النقطة، الآن نأتي لهذا السؤال، بعد النقطة عن مستوي، بعد النقطة عن مستوي ماذا يقول القانون؟ انتبهوا جيدا إلى هذا السؤال، بعد النقطة عن مستوي، إذا دي هي المسافة، دي للنقطة دي وماذا؟ والمستوي A B C تساوينا ماذا؟ لاحظوا تساوي هكذا، عفوا تساوي هكذا وهكذا وهكذا. هنا ماذا نفعل؟ هنا الأشعة نجعل الشعاع الناظمي للمستوي مربع، نربع مركبات. لو تلاحظون هو هذه مركبات، مركبات N نربعها يعني هكذا، وهنا ماذا نكتب؟ نكتب ماذا؟ إحداثية النقطة دي في ماذا؟ إحداثية النقطة دي في تركيبة N يعني هكذا، يعني هذه 2 في XD اللي هو ناقص 4،
وهنا كذلك هذه في إجراج دي التي هي 2 وهذه ها هي النقطة دي ها هي النقطة دي أنا أشير إليها هكذا زائد ماذا؟ زائد دي دي هو ماذا؟ دي كما تلاحظون هو الزائد في المستوي يعني معادلة المستوي دي ها هي لو نرجع إليها ها هي أمامكم ها هو الدي هو ناقص 1 ونكمل حتى توصلنا أن البعد هذا هو جذر 14 الآن حساب حجم رباعي الوجوه لاحظوا رباعي الوجوه الذي هو يشبه هنا الهرم مساحة ماذا تساوي قاعي يقول القانون قانون كلكم ربما تحفظونه هو مساحة القاعدة في الارتفاع في ثلث لماذا؟ في ثلث يعني V يساوي 1/3 في S مساحة القاعدة في الارتفاع لو تلاحظون إلى الشكل أنا هنا قمت بالشكل هكذا ها هي القاعدة مساحة ماذا؟ مساحة المثلث إذن هنا هذه مساحة المثلث التي هي ها هي محسوبة أمامكم في ماذا؟ في البعد هو ماذا؟ هو من هنا هكذا ولكن عموديا على هذا ما هو المستوي هذا؟ هو المستوي ABC البعد هو ماذا؟ ها هو البعد أمامكم إذن هذا هو البعد في 1/3 المساحة عندكم جذر 14 والبعد هو جذر 14 على ثلث جذر 14 في جذر 14 لكم 14 في 3/2 هذه هي مساحة المثلث تعطي لكم هكذا 7 قوموا بالحساب ستقومون 7 سنتيمتر مكعب لأنه حجم لأنه ماذا حجم نكمل مع السؤال الذي جاء بعده ماذا يقول السؤال قال عين مركز سطح الكرة S الذي معادلته كالتالي بكل بساطة هنا سنقوم بالشرح أمامكم بكل بساطة نأتي إلى هذه المعادلة كيف قلت؟ قلت بكل بساطة نجعل هكذا X ناقص هل يوجد هنا X في هذه الثلاثية؟ هذه الثلاثية لا يمكن أن نتكلم معها أبدا لا يوجد إذا نقول هكذا زائد Y هل يوجد؟ نعم نقسمه على 2 فقط نقسم هذا العدد الذي في Y على 2 بالمحافظة على الإشارة نقسمه على 2 هكذا زائد زاد نقسم هذه على 2 كم؟ ناقص 3 مربع يساوي R مربع قاعدة هذه نكمل يعني لاحظوا معي كيف أكمل نقوم بالإكمال لاحظوا جيدا أين ينعدم هذا؟ ينعدم هذا الذي بداخل الأقواس فقط عند الصفر وهذا عند ماذا؟ عند ناقص 1 وهذا عند ماذا؟ عند 3 هكذا المركز يخرج بطريقة بسيطة جدا قلتنا إذا هنا لا يوجد عندكم الإكس ضعوا الصفر نقوم بقسمة هذا على 2